مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لثامن اشواطنا في هذا الصباح الجميل، الصباح الرمضاني المميز، وشوطنا الثامن الخاص بالقعدان. إذن في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة نسير معكم سويا في هذه الانطلاقة هنا، والتحدي والإثارة والصدارة، والمركز الأول يأتينا هنا أيضا العشرة لمطر بن حمد بن مصرح بن جمور لحبابي، من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي أشقر لسيد محمد بن سعيد بن منانة، من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث شاهين علي بن خليفة بن بليشة لقتبي، وفي المركز الرابع يتواجد الأسد هنا، الأسد أحمد بن سعيد بن سالم السبوسي، من يأتينا بهذه الانطلاقة، أحمد بن سعيد بن سالم لينيبي، من ينطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس والوصول هنا من مياس السيف بن محمد بن ركاط العامري، وأيضا الوصول من الغربي لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور لحبابي، ومن الجانب الآخر التحديات والإثارة والوصول من الدرع حميد بن مطر بن عميرة الشامسي، والأسد لسهيل بن عبيد بن يميع، من يصل بهذه اللحظات هنا وينطلق بهذا الأداء. هناك أيضا الوصول بهذه اللحظات والتحدي والإثارة، وهنا أيضا شعار بن رشيد، من يصل بهذه اللحظات، وهنا أيضا يتواجد للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، من ينطلق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع يتواجد الدرع للسيد محمد بن سلطان بن مرخان وسراب سالم بن كرامة بن عيضة العامري عاشرا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الصراع، إلى المنافسة هنا في مقدمة هذا الشوط والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، وهنا مياس السيف بن محمد بن ركاض العامري، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق الدرع لحميد بن مطر بن عميرة الشامسي، من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا للسيد عبد الله بن حمد الدرعي، من يأتينا على المركز الثالث في هذه اللحظات، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ووصل بن كرامة مع سراب سالم بن كرامة بن عيضة العامري. يا سلام، خماسية تنطلق في هذا الأداء والعرض الجميل، ولكن هنا الصدارة، الصدارة والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة، على الصدارة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط للسيد عبد الله بن حارب الدرعي، من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا على المقدمة عبد الله بن حارب الدرعي، إذن على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يا سلام، والتحديات، التحديات قادمة. يا سلام يا سلام، هنا صاحب المركز الثاني هو القادم بأول ندى مبلش ناصر بن مسلم بن عبد الله بن علي المزروعي، من ينطلق على ثاني المراكز، وعينا على المقدمة، عينا على المقدمة، عينا على شاهين، شاهين ومبلش، شاهين ومبلش في صراع لنيل الفوز، لنيل الناموس، ولكن هنا شاهين على الصدارة على المقدمة. العبد الله بن حارب الدرعي، من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تشاهدونا في صدارة هذا الشوط. تهانينا وسلام لأهل السرية، تهانينا والناموس، ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني مبلش الناصر بن مسلم بن عبد الله بن علي المزروعي، وفي المركز الثالث أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع للسيد محمد بن سعيد بن منانة، المركز الخامس حميد بن مطر بن عميرة الشامسي، من وصل في المركز الخامس، وسادسا
فايل بن حليس لعويسي. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى، وهنا لحظة وصول شاهين عبد الله بن حارب الدرعي معلن الفوز، معلن الناموس، وصل السلام هناك لأهالي السرية بسلطنة عمان بأربع دقائق 49 ثانية وفاء وتماما وكمالا دهنينا. والناموس بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام من أتانا هنا مبلش لسيد ناصر بن مسلم بن عبد الله بن علي المزروعي بأربع دقائق 49 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية، بينما ثالثي مراكزنا من أتانا على المركز الثالث شاهين علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من وصل على ثالث مراكزنا بتوقيت زمني 4 دقائق 52 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.